ومعنا عبر الهاتف سيد يحيى مكتبي المحلل السياسي السوري، مرحبا بك سيد يحيى. إذا الأمن العام اللبناني أعلن إتمام المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى بين هيئة تحرير الشام وميليشيا حزب الله اللبناني في منطقة عرسال، هل لديكم أي معلومات بشأن سير عملية التبادل؟ مساء الخير لك وللمشاهدين الأعزاء. الحقيقة تمت الصفقة من خلال التعاطي المباشر، ولم يكن هنالك يعني وصية أو اطلاع من قبلنا. العملية تمت وفق هيئة تحرير الشام ووسطاء مع حزب الله اللبناني. لذلك فقط ما علمناه عن الصفقة هو ما تم الحديث عنه في الإعلام. نعم، طيب كيف تعلق على تصريح وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون الذي أكد حرص بلادي على التعاون مع روسيا من أجل استقرار سوريا شريطة مغادرة القوات الإيرانية وكتابة دستور جديد وإجراء انتخابات ديمقراطية حرة؟ للأسف الشديد حتى هذه اللحظة ما زلنا في نطاق العناوين العريضة والشعارات، أما التفاصيل في الوقائع على الأرض رغم اتفاق قبض التوتر إلا أن نظام الأسد يعني في هذا اليوم بالذات كانت هنالك هجمة شرسة على أهلنا في حي جوبر، وقصفت الطائرات الحربية، قامت بالعديد من الغارات وقصفت العشرات من الصواريخ. مع الأسف لم تتحول هذه الرغبات الأمريكية إلى خطوات ملموسة على الأرض، سواء من خلال الوجود الميليشيوي التابع لإيران ما زال موجود في قده وقديده، وأيضا على الجانب الآخر في الإطار السياسي لم يكن هنالك في الجولات التي حصلت حتى الآن في جنيف أي تحريك جدي للحل السياسي ومتطلباته. لذلك يعني نحن بحاجة ونطالب أن تتحول، وبالتأكيد نحن مع طرد الغزاة الإيرانيين من سوريا، لكن أن يكون هذا وفق برنامج واضح وبآلية واضحة. نعم، إذا كيف ستنعكس تصريحات تيلرسون على المشهد في سوريا، على اتفاقات مناطق خفض التوتر في البلاد والتعاون مع روسيا أيضا؟ الحقيقة هذا السؤال الكبير، هل حقيقة بيستطيع الجانب الأمريكي وحتى بالتعاون مع الروس أن يقتلعوا إيران وميليشياتها من سوريا؟ واليوم لدينا أكثر من 60 ميليشيا شاركت وتشارك في قتل السوريين، إضافة إلى أن التموضع الإيراني اتخذ مظهرا جديدا من خلال غمس مخالب الإيرانية في الاقتصاد السوري وفي جيوب السوريين. نعم. يعني بعد أن نهبت مافيا الأسد ومخلوف وشاريخ جيوب السوريين من خلال الخليوي والعديد من المشاريع، اليوم يأتي عقود جديدة سميت اقتصادية من خلال المشغل الثالث للموبايلات وهي شركة تابعة للحرس الثوري الإيراني، إضافة لخمسة آلاف هكتار من الأراضي الصناعية وألف هكتار من الأراضي الزراعية. لذلك إيران تريد حقيقة من خلال التغيير الديموغرافي ومن خلال الوجود العسكري والسيطرة الاقتصادية أن تقول أنني هنا كجهة محتلة، وليس من السهل التخلي عن سوريا في المشروع العام ومشروع توطيد الثورة. سيد يحيى مكتبي المحلل السياسي السوري من اسطنبول، شكرا جزيلا لك.